ما هو الكوليسترول؟ لطالما شاع الحديث عن أضرار الكوليسترول على الجسم، فما هو الكوليسترول وإن كان هو مركب ضار للجسم فلماذا يوجد الكوليسترول في الجسم؟ وهل للكوليسترول من فوائد تذكر؟ الكوليسترول هو مركب كيميائي شحمي ليبيد يتواجد في جميع خلايا الكائنات الحية منها الإنسان، وتحديدا يتواجد الكوليسترول في جدار جميع خلايا جسم الإنسان. وفي طبيعة الحال فإن المصدر الأساسي لحصول الإنسان على الكوليسترول هو اللحوم، أما المصدر الآخر فينتجه جسم الإنسان وحده وتحديدا الكبد. للكوليسترول أدوار هامة بالجسم، فهو يدخل في تركيب ثلاث مركبات كيميائية هامة جدا للجسم. أولا الفيتامين دي. الفيتامين دي والذي يعطي العظم قساوته والأسنان قوامها ويمنع تلين العظام. الكوليسترول يتواجد أيضا في الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، فالهرمونات الأنثوية تعطي الأنثى شكلها المميز، نمو الثديين، شكل الجسم الأنثوي، والهرمونات الذكرية تميز الرجل بنمو أشعار الذقن والشارب وزيادة الكتلة العضلية. الكوليسترول أيضا موجود في الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن مقاومة الجسم للشدة النفسية والجسدية، ودون الكورتيزول لا يستطيع الجسم مقاومة عدوى، رشح بسيطة أو التهاب البلعوم. لكن أين تكمن خطورة الكوليسترول على الجسم؟ كما رأينا لا بد من وجود الكوليسترول في الجسم، لكن عندما تزداد تراكيزه عن الحد المرغوب فإن ذلك ينعكس سلبا على الجسم ويؤثر على القلب والأوعية الدموية بشكل رئيسي. بما أن الكوليسترول مادة دسمة فهي لا تذوب في الدم، فكيف ينتقل الكوليسترول بالدم؟ توجد عدة أنواع من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول بالدم، وبذلك يمكن تشبيه الدم بالبحر والكوليسترول بالشخص والبروتين الشحمي بالقارب الذي ينقل الشخص في هذا البحر. أنواع البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول بالدم هي البروتين الشحمي منخفض الكثافة جدا Very Low Density Lipoprotein. ثانيا البروتين الشحمي منخفض الكثافة Low Density Lipoprotein، والبروتين الشحمي متوسط الكثافة Intermediate Density Lipoprotein، والبروتين الشحمي عالي الكثافة High Density Lipoprotein. إن البروتين الشحمي عالي الكثافة الHDL هو المركب الذي يقوم بدور تصفية الكوليسترول من الجسم ويذهب به إلى الكبد، أي أنه يقي الجسم من تراكم الكوليسترول. لذا فإن الكوليسترول البروتين الشحمي عالي الكثافة الHDL-C هو ما يعرف بالكوليسترول النافع لدى العوام، وإن ارتفاعه مرغوب به. أما البروتين الشحمي منخفض الكثافة فهو يحمل كميات كبيرة من الكوليسترول ويسير بها في الجسم ليعطي الكوليسترول للخلايا المتجددة لكي تصنع أغشيتها من جديد، وللخلايا الموجودة بالغدة الكظرية والخصيتين والمبيضين، لأن خلايا هذه الغدد تنتج الهرمونات الستيرويدية، والتي يكون العنصر الأساسي في بنائها هو الكوليسترول. أي أن هناك أدوار هامة للكوليسترول البروتين الشحمي منخفض الكثافة بالجسم ولا يمكن الاستغناء عنه. لكن ارتفاع مستويات البروتين الشحمي عالي الكثافة والبروتين الشحمي منخفض الكثافة يترافق مع تسرب كميات من الكوليسترول إلى بطانة الأوعية الدموية وحدوث التصلب العصيدي فيها وحدوث أذية في شرايين القلب وشرايين الدماغ، وهذا بدوره يزيد خطورة الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والسكتات الدماغية، ومن هنا يأتي اسمه الكوليسترول الضار. من المرغوب به أن يكون تركيز الكوليسترول الضار أقل من 100 ملغرام في السنتيلتر، وارتفاعه أكثر من ذلك يترافق مع زيادة خطورة الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. من المرغوب بها أيضا أن يكون تركيز الكوليسترول الإجمالي The Total Cholesterol أقل من 200 ملغرام في السنتيلتر. من المرغوب به أن يكون تركيز الكوليسترول النافع أعلى من 40 ملغرام في السنتيلتر، وكلما ارتفع تركيزه كان ذلك مفيدا في تنظيف الجسم من زيادة الكوليسترول. من المرغوب به أخيرا أن يكون تركيز الشحميات الثلاثة البروتينات الشحمية أقل من 150 ميلي غرام.